قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إن النظام السوري مستمر في إطالة أمد النزاع بدعم من روسيا وإيران من خلال شن حرب وحشية ضد الشعب السوري. وأضاف المبعوث الدولي أن النظام وروسيا رفضا الاستجابة لدعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف السوري بالكامل ومن دون تأخير.